صباح الخير من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية عبد الرحمن بن حميدة ولاية بومرداس. نستقبل الكاتبة رميساء بن دعاس في حوار حول مجموعتها القصصية المعنونة بكفن العروس. أولا مرحبا بك رميساء. شكرا، صباح الخير جميع المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافة الطيبة. يعني نبدأ بسؤال اعتيادي يمكن أن يسأل في أي مكان، من هي الكاتبة رميساء بن دعاس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رميساء بن دعاس تلميذة في الطور الثانوي شعبة سير واقتصاد، ذات 19 ربيعا، ابنة ولاية بومرداس، كاتبة ناشئة ومؤلفة مجموعة قصصية معنونة بكفن العروس، أنثى حلمة ذات خيال واسع وطموحة، ويتجلى ذلك في جميع كتاباته. تقديم جميل. الكاتبة رميساء بن دعاس، السؤال الذي يتبادر إلى ذهني الآن، لماذا اخترت الكتابة يعني ولم تختاري فنا آخر؟ مثلا لم تختاري الرسم أو الموسيقى أو المسرح، لماذا الكتابة بالضبط؟ لأن الكتابة كانت يعني منذ بداية سن مراهقتي الملجأ الوحيد الذي أهرب إليه من ضوضاء هذا العالم، والصديق الوفي الذي يحمل جميع أسراري. يعني أحببت الكتابة حب شديد وجدت فيها ضالتي، إذا اخترت القلم ليكون رفيق دربي. يعني نفهم من هذا أنه علاقتك بالكتابة كانت منذ الطفولة أو من في أي مرحلة؟ يعني علاقتي بالكتابة كانت منذ الطفولة، لكن يعني كانت كتابات جد 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 بسيطة. بدأتها برسائل يعني بسيطة لوالدي، لأقربائي، زملائي، ثم تطورت شيئا فشيئا فأصبحت عبارة عن مذكرات، يعني كأي طفلة تدون يومياتها في دفتر صغير. ويعني والمحيط العائلي، هل كان يعني الدعم او كان يعني يسير يشرف على نمو هذه الموهبة؟ في البداية لم يكن احد يعلم بموهبتي، يعني غير والداي، يعني يعلمون انني اكتب واجيد الكتابة، لكن لم يكن بعلمهم انني موهوبة، يعني امتلك موهبة الكتابة التي تجعلني قادرة على ان اكون كاتبة في المستقبل او ما شابه، لكنني وصلت، يعني كانوا يعطوني الحرية في كتابة ما أريد. ممتاز، يعني وهذا أمر مشجع لأي يعني طفل يمكن أن تكون لديه هذه الموهبة، موهبة الكتابة، أن يعني يكون هناك رعاية من طرف العائلة. طيب لماذا اخترت مثلا القصة القصيرة وليس الشعر أو الرواية؟ بحكم أنه كلها أجناس أدبية وكلها يمكن أن يعبر من خلالها الكاتب عن وجهة نظره. اخترت القصة من ناحية لأنني أجيد كتابة القصة، سواء القصة القصيرة أو الطويلة. ثانيا لأنني إنسان يعني متأثرة جدا جدا بالقضايا الاجتماعية، خاصة بمختلف أنواعها، خاصة القضايا التي تخص المرأة، يعني فبالتالي اخترت كتابة مجموعة قصصية لأتمكن من التطرق لعدة مواضيع اجتماعية، يعني غرار على كتابة رواية قادرة على أن أتطرق لربما موضوع اجتماعي أو موضوعين فقط. كذلك الشعر، أنا من عشاق الشعر العربي لكن لا أجيد كتابة الشعر، لذا اخترت القصة ثم يعني كبداية مع القصة. ممتاز. يعني بالطبع أي كاتب أو أي شاعر أو أي يعني روائي تكون له قراءات في بداياته ثم يتأثر بكتاب معينين. نحن نريد أن نعرف يعني من هم الكتاب الذين تأثرت بهم الكاتبة رميساء بن دعاس، ولماذا يعني بالضبط هؤلاء الكتاب؟ يعني قرأت العديد من الكتاب، سواء جزائريين أو عرب أو أجانب. من كتاب الجزائريين، في بداية سن مراهقتي تأثرت بكتابات الكاتبة أحلام استغني وزهور نيسي، يعني لذا تجد تقريبا كل كتاباتي عن المرأة ومعاناة المرأة وعن النسوية، يعني هكذا. ف
ثم بدأت أقرأ لكتاب العرب، وأحببت جدا جدا كتابات المنفلوطي، جبران، طه حسين، وتأثرت جدا جدا بكتاباتهم وبأسلوبهم. ممتاز. يعني صراحة أنه ليس دائما أن تسمع من كاتب شاب أنه يعود ويقرأ طه حسين. يعني طه حسين في العادة لا يقرأه إلا جزء قليل، يعني نقول النخبة ربما من الكتاب هم الذين يهتمون بما يكتب طه حسين وليس الكتاب الشباب. بالعودة إلى مجموعتك القصصية الكفن والعروس، يعني هل يمكن أن تحدثينا عن هذه التجربة؟ كيف أول مرة جاء في يعني خطر على بالك أن تكتبي هذه القصص؟ يعني هل هناك قصة معينة خلف هذه القصص، حكاية؟ هل الأمر مرتبط بقصص عشتيها أنت بشكل شخصي، أم هي قصص من التقطتها من الواقع المعيش الذي في الجزائر؟ أكيد، يعني كانت وراء قصة يعني كفاح، وراء قصة كفاح وراء كفن العروس. في بداية كتبت رواية بسيطة، يعني كتبتها، ولما أوشكت على تكملة الرواية وجدت أنها بسيطة جدا، يعني غير ناضجة، فقررت تركها جانبا يعني، وإعادة كتابة كتاب آخر. وبصفتي إنسانة يعني أعشق القضايا الاجتماعية وتطرق إليها كتابة مواضيع قضايا اجتماعية، قررت كتابة مجموعة قصصية كفن العروس. هل هناك بهذه القصص قصص يعني حدثت لك بشكل شخصي؟ ربما أنا إنسان كما سبق وذكرت أنثى ذات خيال واسع جدا، يعني من كلمة أكتب قصة، كلمة تتبادر إلى ذهني، أو ربما حدث أشاهده في الشارع أو في أي مكان، أو ربما أتخيله، أكتب منه عدة قصص وليس قصة واحدة. وما زلت مواصلة على هذا المنوال، ربما موهبة أو لا أدري، لكن من كلمة أكتب قصة. أنت في نظرك أن القصة تكتب من أجل يعني قول رسالة معينة، من أجل يعني هي من أجل معالجة قضية معينة، أو من أجل إرسال رسائل معينة في رأيك؟ نعم، كفن العروس يعني بالذات فيه يحمل العديد من الرسائل للقارئ، يعني كل قصة لا يقرأها بغرض تسلية فقط أو بغرض القراءة فقط، وإنما سيجد هدف وعدة رسائل في داخل كل قصة، وعبرة ونصيحة وكل شيء يعني يمكن أن يستفيد منه القارئ. ممتاز. بالعودة إلى العنوان، يعني لماذا كفن العروس؟ عنوان غريب، هو الكفن يعني الموت، يعني كل ما هو حزين، يعني بينما العروس أمر متعلق بالفرح وبدء حياة جديدة مختلفة، كلها أمل وكلها سعادة. عنوان عميق رغم غرابته، وأثار ضجة كبيرة، يعني انتقادات، لكن العنوان هو مرآة لقلب كل امرأة مضطهدة. كفن العروس، يعني كيف للكفن والعروس أن يجتمعان؟ الكفن يرمز إلى المعاناة والظلم والقهر، هذا ما قصدت به الكفن. أما العروس فتعني أنثى، كل أنثى هي عروس، لذا يعني أي أنثى تعاني، فقلت يعني معاناة امرأة بطريقة أخرى، كفن عروس يعني معاناة أنثى، هذا هو المقصود من العنوان. ولكن يعني كان يمكن ربما أن نضع ربما صيغ أخرى، لأنه كلمة كفن عروس بالإضافة إلى غلاف الرواية يوحي أنه هذه قصة، مثلا قصة رعب أو قصة، أنه لما أرى مثلا غلاف الرواية أرى يعني بنت صغيرة، أرى وهيكل عظمي لإنسان، أقرأ كفن العروس أفهم أنه يعني أستعيد مباشرة في ذهني مواضيع القصص المرعبة التي كنا نشاهدها في الكثير من الأفلام. يعني تقريبا هذا ما تبادل لجميع أذهان الرجال، تقريبا هذا هو ما تبادل لذهنهم، لكن أغلبية النساء يعني فهمنا العنوان الحمد لله، وأعجبهن كثيرا، يعني ما تحس بالمرأة غير المرأة.
يعني هل نعتبر رميساء بن دعاس انه من دعاة الفيمينيزم او لا 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 لست من دعاة الفيمينيست ولا انا اكتب يعني هذا يعني كل ما اقول معاناة امرأة فالجميع يعني يقول فيمينيست ونسوية ويعني وحتى هذه النسوية تدعي لي خلع الحجاب ولا علماني لا لا لست كذلك يعني ابدا وحتى يعني في القصص راح تجد عدة نصائح للنساء خاصة يعني لا يعني الأمر ليس له علاقة ب ليس له يعني قلت معاناة بعض النساء يعني كل إنسان في هذه الدنيا عنده معاناة على بالنا اللي حتى الرجال عندهم معاناة نعم كذلك بعض النساء عندهم معاناة. طيب في هذه المجموعة القصصية حدثينا عن مواضيع القصص يعني أو أفكار الموجودة داخل القصص. نحن لا نريد يعني معرفة مواضيع القصص ولكن معرفة الرؤية التي بنيتها في كل قصة. يعني ماذا تريد أن تقول رميساء بن دعاس بالنسبة لي في كل قصة؟ يعني نعم كيف نعرض قلنا هو عبارة عن مجموعة قصصية ذات مواضيع اجتماعية متنوعة مثلا واقع اللاجئين الأفارقة في الجزائر عقوق الوالدين معاناة أطفال متلازمة داون أو كما أسميها متلازمة الحب وكمان سلط الضوء على موضوع معاناة المرأة في المجتمع يعني معاناة بعض النساء إن صح التعبير في المجتمع لذا العنوان كفن العروس ووجهت من خلال هذه المجموعة القصصية عدة رسائل للقارئ والمجتمع يعني سيكتشفها يعني القارئ بين سطور هذا الكتاب. بالتأكيد يعني ليس مجديا أن نعطي القارئ كل شيء بشكل مباشر، يجب أن يبذل نوع من المجهود القارئ ويقرأ ما بين السطور. طيب نشرت هذه المجموعة مع دار اسم دار الأنير للنشر والتوزيع. حدثينا عن ظروف نشر هذه المجموعة، هل كان أو قبل ظروف النشر بعد ما انتهيت من كتابة هذه المجموعة القصصية هل أعطيتيها قبل الطبع أقول يعني هل هناك من يعني شخص أثير أو شخص قريب منك أنه قرأ أو ناس قريبين منك أصدقائك أو زملاء أو أساتذة قرأوا النص قاموا يعني بالمساعدة في تجويد هذا النص؟ نعم يعني عرفت الكتاب على مدققين لغويين وكذلك على شخص قريب مني اللي هو أستاذة مادة الأدب العربي يعني أشكرها جزيل الشكر يعني كانت سندي ويدي اليمنى الحمد لله ساعدتني في يعني مناقشة الأفكار والأسلوب وحتى بعض الأخطاء البسيطة يعني وجدتها بجانبي الحمد لله. الحمد لله. طيب نعود إلى علاقتك بنشر هذا الكتاب، هل كان النشر سهلا؟ هل كان صعبا؟ هل يعني حكينا على الصعوبات نقول الصعوبات الكبرى يعني اللي واجهتك باش قدرتي تنشري هذه المجموعة القصصية وخاصة أنها مجنسة يعني أنها مجموعة قصصية وليست يعني خاطرة والنصوص مفتوحة. في النشر لم أجد أي صعوبة الحمد لله لأني كنت قبل عامين وأنا أبحث عن دار نشر يعني وطريقة نشر كيفية النشر مع من أتواصل الحمد لله لم أجد صعوبة لكن بعد النشر وجدت عدة صعوبات يعني للأسف الكاتب الناشئ في الجزائر مهمش إن صح التعبير مهمش كذلك مشكلة التوزيع مشكلة التي تواجه جميع الكتاب هي القاعدة الجماهيرية يعني يجي قارئ يقول لي أنا ما نقراش الكاتب ناشئ يقرأ غير كبار الكتاب إحنا ما كاش اللي يقرأنا يعني نادرا ممكن يقرأ يعني ناس يدعموا كتاب ناشئين كذلك لما يشوفوا كاتب في سن صغير يقول لك يعني وش من تجربة عنده أو عليه من راح يكتب مثلا لكي أقرأ له أنا يعني. بالتأكيد يعني هذه دائما هذه المشاكل المشتركة ما بين كل كتاب الشباب مشكلة يعني ما هي الأصداء في رأيك الأصداء التي أحدثتها مجموعتك القصصية وخاصة أنك قلتي أنه كان العنوان صدمة للكثيرين ماذا قالوا مثلا عن المواضيع الموجودة في الرواية يعني كيف الأقل الناس اللي قرأت العمل بعد ما نشر هذا العمل كيف استقبلت هذا العمل؟ الحمد لله نال استحسان جميع القراء لحد الآن سواء رجال أو نساء
يعني المجموعة كتبت بعاطفة، يعني حتى نزلت دموع الكافية رجال ونساء، يعني 99% ممن قرأوا كتاب نزلت دموعهم بسبب يعني قصص حزينة، بعض القصص حزينة أكيد. وملاحظة يعني قالتها لي القارئة، رغم أنه القصص حزينة لكن الرسالة فيها عبرة مشجعة، هذا يعني وهذا هو الهدف اللي سعيد جاهدة للوصول إليه. بالتأكيد يعني يمكن أن يعني بما أنك من كتاب الشباب، يعني كيف تقدمي لنا يعني تصوراتك أو رؤيتك لكتاب الشباب أو الكتابة الشبابية في الجزائر؟ والله أمر مؤسف الحال الذي يؤول إليه الأدب الجزائري، أنه الجميع أصبح يكتب حتى سواء كان جنس أدبي أو غير جنس أدبي، يعني معترف به أو غير معترف، المهم أنه يقال عنه كاتب، يعني الهدف يكتب بغرض الكتابة فقط لكي يقال عنه كاتب فقط. لذا يعني الأدب الجزائري للأسف في تراجع مستمر. كذلك لا ننكر يعني وجود أعمال أدبية ما شاء الله. طيب ننتقل إلى آخر سؤال عن كتابك القادم، الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه، يعني في الفضاء الموضوعاتي أو الموضوع الذي كتبت داخله. سأواصل مع القضايا الاجتماعية لكن الجنس سيكون مغاير، فسأكتب رواية وربما إن شاء الله في المستقبل أكتب في فن الرسائل. ممتاز. هل يعني عندك كلمة أخيرة تقولينها يعني كوجهتك للشباب أو يعني كلمة أخيرة نختم بها الحوار؟ نصيحة للكتاب الشباب أولا، يعني لأي كاتب شاب أو مقبل على الكتابة والنصر، لا تكتب من أجل أن يقال عنك كاتبا فقط، اكتب من أجل القارئ. يعني إذا كتبت كتاب لم يستفد منه القارئ فيعني لم تحقق نجاح. هذه نصيحتي للشباب. وفي كلمة أخيرة، أشكر يعني أشكر جميع قائمين على دعم الشباب وكذلك ولاية بومرداس وهذه المكتبة على هذه المبادرة الطيبة، يعني جزاكم الله خير. العفو. والمكتبة في الأخير هي مكان للجميع، مكان يحتضن الجميع، باسم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية عبد الرحمن بن حميدة بولاية بومرداس. أشكرك على هذا الحوار وتتمنى لك المكتبة وطاقم المكتبة وكل يعني الذين يهتمون بالكتابة يتمنون لك التوفيق في انتظار أن نقرأ نصك القادم، وشكرا.